أهلا بكم في أول عدد من برنامج تحريات لسنة 2015. ماذا يعرف الجزائريون عن الجريمة الإلكترونية؟ عن أسباب استفحالها، أشكالها وتداعياتها؟ هل يتعلق الأمر بأفعال يقترفها أفراد على نحو عشوائي؟ أم أننا إزاء جريمة منظمة تهدد المواطنين والمؤسسات اقتصادياً واجتماعياً؟ كيف تعالج عناصر الدرك الوطني مثل هذه الجرائم التي يكون مسرحها افتراضي، أبطالها وضحاياها من الواقع؟ الذي يخترق مواقع لهيئات ومؤسسات رسمية حساسة بهدف التحدي، وقضية الفتاة التي ابتزت بعد نشر صورها الشخصية في مواقع إباحية، هي القضايا الشائكة التي عالجتها فرقة الأبحاث للدرك الوطني. فلنتابع. ابن من الوكيل الجمهوري. قال لي نحيهم لك بصح اكونديسيون تخرجي معايا ولا تعطيني مبلغ مالي معتبر. طفله ولا حبوا يهبلوها بيراطي ولا الفيسبوك تاعها. Je fais du piratage et du hacking en même temps. Le piratage درتو سيتي pour une vengeance personnelle. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment un but à la tête, je vais faire appel juste pour le plaisir. جريمة من نوع خاص لا تتطلب أسلحة بيضاء ولا العنف، بل يكفي النقر على لوحة مفاتيح الكمبيوتر لارتكاب أخطر الجرائم التي يكون مرتكبوها في غالب الأحيان شباب من خريجي الجامعات. لهم احترافية خارقة في خبايا الانترنت، يعرفون باسم الهاكرز. الجريمة الإلكترونية تسمى مع العلة تطور العلمي والتكنولوجي تسمى اللي راهو يشهدوا العصر. الجريمة فات من إنسان يقتل إنسان بالأسلحة البيضاء أو تسمى بالأسلحة اللي معروف عليها سابقا، أين أصبح الجريمة عندها ذو طابع رقمي. وغير كيما تما غير كيما خرجت ما يسمى بانتربول، انتربول تاع الانترنت، وهي عباره عن شرطه مختصه في الجريمه الالكترونيه، وخرجت هي في اوروبا باسكو شافوا بلي الجريمه الالكترونيه راهي راهو بدا يبان الصدى تاعها حاليا الان ما بين تما الدول، وكان بعض الشركات وبعض البنوك لحقت الى درجه الافلاس بسبب الجريمه الالكترونيه. تسمى هذا النوع من الحرب الالكتروني عاودك ولا عنده ذو بعد استراتيجي هام. وللاسف الجديد تسمى احنا هنا في الجزائر تسمى ما يهتموش بالقطاع العلمي بزاف، وين الجريمه الرقميه حتى من جانب القضاء قليل من محاميين ولا قريب من القضاة اللي يعرفوا ما يسمى بالجرائم الرقميه. هي الجريمه الالكترونيه التي اخذت ابعادا خطيره في مجتمعنا، خاصة وأن قراصنة الانترنت يقومون باختراق أكبر مواقع المؤسسات وحتى تشويه سمعة الفتيات عن طريق التهديد والابتزاز. مواقع الانترنت المعروفة كسكايب والفيسبوك استغلها البعض لاستخدامها في مجالات سلبية ودخيلة على مجتمعنا المحافظ، حيث تحولت مجالات التكنولوجيا في الجزائر من نعمة إلى نقمة تنتهك شرف البعض وتهدد حياة الآخرين من أجل كسب المال والحصول على الثروة.
سا ديبون لوبجيكتيف تاعو واش يحب يدير به، راك فاهمني؟ باسكو كيما يقولوا لي بيرات هما سيت مون كيما تعرف انونيموس، انونيموس هادو مختصين لا سيبر كريميناليتي، هي عباره عن شبكه عالميه مختصه بالجريمه الرقميه، هذه هي. وكي يدير عبد عمليه ولا كل واحد الهدف تاعو. هناك دوافع عده تجعل قراصنة الانترنت يخترقون مختلف المواقع الإلكترونية، منهم من يلجأ إلى هذا النوع من الجريمة بدافع فرض نفسه وإبراز قدراته الخارقة في مجال الانترنت، ومنهم من يخترقها بهدف النصب والاحتيال. انتشرت الجريمة الإلكترونية في مجتمعنا الجزائري بشكل رهيب بحكم القضايا العديدة التي عالجتها المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، والتي بلغت عددها 20 قضية في ولاية الجزائر العاصمة خلال سنة 2014. Je suis un étudiant simple normal. في temps libre تاعي وفي وقت الفراغ تاعي je développe نتعلم طرق جديدة، نتعلم دي لونغ de programmation, des astuces, voilà. J'ai fait du piratage et du hacking en même temps. Le piratage, surtout, c'était pour une vengeance personnelle. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment un but avec la tape. Je me pirate juste pour le plaisir. Je hack pour le plaisir. Je développe, j'essaie de trouver des failles, des hacks, mais sinon... شما باش نهدم ولا كيما يديروا الغاشي زعما دوكا اللي سميو روحتهم دي بيرات، يروح زعما يبيراتي ان فيسبوك ولا ايميل ولا يشوتي سيت هكذا بوندون دي زور، يقول لك فوالا جي بيراتي. الوغ كو سي با سا، ان هاكور سي كالكان كي ديفلوب اي كي كونستروي. الانترنت كاع كيما راكم تشوفوا فيها ايتي ديفلوبي بار دي هاكور. لو سيستام يونيكس ولا لينكس كيما يعرفوا الغاشي ايتي ديفلوبي بار دي هاكور لوبن سورس. Par contre, ce que la mauvaise tranche de personnes les qui sont visées romains, c'est les pirates. Ou là en anglais, c'est les crackers, c'est les crackers. Les crackers, c'est des personnes qui les hedmo. Un hacker qu'il a une faille dans un site ou dans un programme et contacter le programme hadak ou hadak le site, il va oublier que voilà, il a une faille dans le programme. Par contre, un pirate, il profite de l'occasion. Un pirate, le programme hadak a fait une faille ou le site hadak a fait une faille, il profite de l'occasion et il va rachuter le site hadak ou il va pirater le programme hadak. Vu qu'on a quelqu'un qui parle de jamais en informatique, je vais apprendre en parallèle ou l'appliquer en même temps. Donc, on apprend la programmation, on apprend la faïs. Ou voilà, en parallèle, je vais développer la carrière de MLR. Mais après, j'ai dépassé le niveau TAF, la carrière. J'ai dit qu'avant, c'était Kter. En apprenant à programmer ou à sur internet, alors qu'il est normal. Malgré que je suis normal, ça m'a vraiment aidé à bâtir une très bonne base. Donc, on a un but, j'ai تعتبر قضية الهاكر 213 من أعقد القضايا التي عالجتها وحدات الدرك بالجزائر، تعود تفاصيلها إلى نشر الهاكر لفيديو بحسابه الخاص على موقع اليوتيوب يعرض فيه كيفية قرصنته للعديد من المواقع التابعة لمؤسسات عمومية وخاصة. عبد النور أروح أنا شو كاين دي فيديو هنايا دي سيت هذا علاش مش مسيت؟ كاين دي سيت بزاف كاين سي فيديو
سي فيديو شنو سي يوتيوب؟ يوتيوب سيناريت هذو لي فيديو ولا مازال؟ مازال ما سيناريش. صح واش كاين كون انفورماسيون على الناس؟ واش خدمنا عليه كاع؟ كاين البسيدو تاعو. قاعد يتصور في فيديو كيفاش اتاكا لي سيتا؟ اي والله كاين. ايه والله. واش هو البسيدو تاعو؟ على إثر نشر هذا الفيديو على موقع اليوتيوب بادرت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني تحرياتها في القضية. وزيد هذه تاع الرد على هجوم على قافلة الحرية هذه ثاني زيد فورش تي قال لي فيديو جا واش عندك ديروا صور سير فلاش ديسك بدون كابتن شوفو وفصل القضية داكور بعد المراقبة لقينا دي سي فيديو كيفاش هي دي بيراتي دي سوسيتي ديال بزاف صوالح هكذا كاين بزاف كاين رونو كاين رونو كاين كاين بيراتي كاين رونو كاين مونتي كاين بيراتي كاين رونو انجيري اللي طاتي عندنا لي بيتيتي عندنا انجيري تيليكوم عندنا دوز يونيفرسيتي كاين تمسان وكاين يونيفرسيتي تاع بومادرس وكاين مينيستر تابريات تحط كلش كيفاش البيراتي كيفاش يكون شي كيفاش يجي كاين مينيستر مينيستر وزارة التعليم العالي سي دي وايت هاكين ولا سي دي بلاك هاكين هذا راه التطرير المظاهرة الأولية بأنه دي وايت هاكين وايت هاكر بيتو ورانا نتبعو فرانا ريكيبي دوز ادريس ايميل بليس صديق البسوتو تاعو في اليوتيوب وجينا نخبروك البروسيدير اصلي باش نعاودو شنو خلا السينياتي تاعك ولا السيدوني تاعك؟ خلا السيدوني تاعك. شنو تعرفتوا مع الاسم مسبقا؟ صديق صافي طوال عمري تصادفنا مع اون سول فيديو واشاك فوا راه يزيد يفيك لي فيديو فيدي كي لحقوا لي نومبر دو سي فيديو رانا نومبر دو سيس وبانوا بليس دو فيكتيم صافي. باسكو كاين بزاف لي فيزيتور لهذ لي فيديو. كاين بزاف. كاين بزاف دي جون كي كلش في الفلاش ديسك او كلش مونجيستري تاع لي فيديو حاطين تاع لي كيفاش تختار في الحساب تاع فيسبوك حاطه دي بومب اس ام اس اوكي الور بروفوكي لي فيديو على لونسومبل ديال لي موجود داكور باش نعرف على ديفيزيون تاع بومبر وجدت الاتفاق معها حيال التحقيق في القضيه وجدت الاصل من اليوتيوب نتلاقى باش نديرو بريفين على القضيه داكور حضرت اخر عليكم سائرح بعد بسم الله الرحمن الرحيم اجتماع اليوم هو اجتماع تحضيري لمباشره التحقيق في قضيه حول جرائم معلوماتيه عملية البحث التي قام بها محققو جريمة المعلوماتية التابعين لفصيل الأبحاث الدرك الوطني بالجزائر أفضت إلى اكتشاف وجود هاكر مجهول الهوية قام بنشر 6 فيديوهات على مستوى موقع الإلكتروني يوتيوب يوضح في هذه الفيديوهات 6 تتمثل توضيحا لكيفية قرصنة المواقع الإلكترونية يتعلق الأمر بمواقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأيضا مواقع جامعتي بومرداس وجامعة تلمسان وعدة مواقع أخرى تابعة لشركات عمومية وخاصة الأبحاث التي قام بها محققي جريمة المعلوماتية أفضت بأن تاريخ نشر الفيديو يعود إلى حوالي 3 أشهر عندما قام الهاكر بنشر الفيديو الأول الذي يخص عملية القرصنة إلى غاية وصوله إلى عدد 6 فيديوهات تقرر مباشرة التحقيق في القضية بعد تقسيم منهجية التحقيق إلى المراحل التالية وبالتالي الهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو توزيع المهام حول كل فرد من أفراد فوج التحقيق الذي أسندت إدارته إلي شخصيا قسمت المهام بين أفراد الدرك الوطني كل حسب اختصاصه
بعد معرفة هوية الهاكر طلب منهم الاتصال بالمركز الوطني للوقاية من جرائم الإعلام الآلي ومكافحتها للدرك بيرموراد رايس لإفادتهم بمعلومات قد تدلهم على هويته. بعد إرسال الفيديو إلى مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي ومكافحتها تم جمع المعطيات ومباشرة التحقيق فيها. بعد التحريات الأولية التي قام بها تقنيو والمركز تمكنوا من تحديد العنوانين الإلكترونيين المستعملين بصفة دورية من طرف المشكوك فيه ليتم إعداد تقرير مفصل للقضية وإرساله لفصيلة الأبحاث. الخبرة وعملية الاعتراض والمراقبة الإلكترونية للنشاط نتاع الهاكر على مستوى شبكة الإنترنت خرجت لنا عنوانين للإنترنت يستعملهم المعني اللي عنده عنواني بريد الإلكتروني نتاعو خاصين به. العنوان الأول هو arabazlive.fr وهذا يستعمله لنشر طريقة عملية القرصنة. والعنوان الثاني هو underscore@hotmail.com هذو العناوين اللي يستعملهم المعني. أما بخصوص الأسلوب الإجرامي المنتهج من طرف المعني الفرضيات اللي وضعناها قبل بداية التحقيق كانت في إلى حد بعيد متطابقة مع نتائج الخبرة. بناء على هذه المعطيات أجريت مراقبة إلكترونية للعنوانين الإلكترونيين المستعملين من طرف المشكوك فيه وهذا بعد إذن من وكيل الجمهورية المختص إقليمياً. عملية المراقبة الإلكترونية تطلبت تعريف مستعملي عنواني بروتوكول الإنترنت IP. بعدها مباشرة تم الاتصال بمتعامل الإنترنت اتصالات الجزائر جواب لمساعدتهم في معرفة مستعمل شبكة الخط الذي نشر الفيديو من خلاله عبر موقع اليوتيوب. بعد ما قمنا بالتعريف نتاع المالكين تاعهم على مستوى بنك المعطيات تاع المركز الوطني للسجل التجاري اتضح الامر بانهم ديزادريس بي تاع دي سيبر كافي. ديزادريس بي كانوا روليي كانوا مربوطين مع خطوط هاتفيه ثابته تاع مقاهي انترنت. وبالتالي كي نيليمينيو المقاهي تاع الانترنت هذه نلقاو بلي 990% من لي زادريس اي بي راهم خارجين من بلديه. الشخص هذا المشترك تاع الانترنت اللي خارج منه لادريس اي بي المستعمله في عمليه القرصنه تم تحديد الهويه نتاعو الكامله وهو المدعو ح ف من مواليد 58. بطبيعة الحال الخطوة الموالية يعني بعد تعريف هذو لي زادريس اي بي مع متعامل الانترنت جواب هو اللي عطانا لادريس نتاع الشخص المشكوك فيه موضوع التحقيق. تمكن المحققون من معرفة هوية مستعمل الخط الهاتفي الثابت. تحريات فصيلة الأبحاث توصلت إلى الكشف عن الهاكر الذي اخترق موقع بريد الجزائر ومواقع رسمية لجامعات وطنية ووزارات. لوكا الخطوة الموالية في التحريات هي طلب الإذن بتمديد اختصاص إلى إقليم محكمة بغية تفتيش منزل المعني وتحديد الشخص اللي يستعمل خدمة الإنترنت الخاصة به من أجل قرصنة هذه المواقع الرسمية.